السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of senior 2، يلا نكمل مع بعض الدرس اللي بدأناه في unit 2 lesson 2 human transport system. اتفقنا مع بعض ان human transport system بيتكون من ثلاث اجزاء، اللي هي البامب اللي هو الهارت، البلاد vessels اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت اللي هي الارتريز والفينز والبلاد كابيلاريز. النهاردة هنكمل الجزء الثالث من الهيومن ترانسبورت سيستم اللي هو البلد. اتفقنا مع بعض ان البلد هو البرنسيبل ميديم ان ذا ترانسبورتيشن، يعني ده يعتبر الفيهيكل، ده الوسيلة اللي هتنقل. احنا قلنا ان الهارت هي البامب، وقلنا ان البلد فيسلز اللي هي الباس اللي هيعدي فيه اللي هو الفيكل اللي هو مين البلاد اللي هيبدا ينقل. احنا بنتكلم على ترانسبورتيشن، يعني عايزين حاجه تنقل لنا، تنقل لنا ايه؟ السبستنس بقى، سواء ابزوربد فود، سواء جازز هنقلها للسيلز عشان السيلز تستخدمها في سيلولار ريسبيريشن، تحضر منها الانرجي اللي هي محتاجاها، ويطلع منها ويست برودكتس او منتجات غير مرغوب فيها برضو تو بي ترانسبورتد تو ذا اكسكريتوري سيستمز عشان تتخلص منها من الجسم. طيب يبقى البلاد هنا هو هيمثل البرنسبل ميديم ان ذا ترانسبورتيشن، هو ده الوسيط اللي هيحمل الايه السبستنس فور ترانسبورتيشن. طيب بنوصف البلاد ده او الفيكل ده على ايه، شكله ايه او مواصفاته ايه؟ اولا احنا كلنا عارفين ان البلاد از ريد، ريد ليكويد. طيب الليكويد ده بيكون فيسكس، يعني ايه فيسكس؟ يعني لزج، زي لايك هاني كده، زي العسل كده، بيبقى ما هوش فلويديتي بتاعته سريعه، هو بيبقى فيسكس او لزج. طيب الحاجه الثانيه بنقولها انه البي اتش بتاعته بتكون ويكلي الكالاين 7.4، يعني القلوية بتاعته ضعيفة، لان احنا عارفين ان النيوترال ميديم بيبقى اراوند 7، فاحنا لما نطلع شوية عن ال 7 بنبقى رايحين للالكالاين ميديم، لو قلينا عن ال 7 بيبقى اسيدك. احنا عندنا البلاد هنا بيعتبر ويكلي الكالاين اراوند 7.4. طيب بالنسبة للفوليوم بتاع البلد، بنقول ان التوتال فوليوم بتاع البلد اللي موجود جوه جسمنا حوالي من 5 ل 6 لترز، كمية البلد اللي موجودة جوه جسمك من 5 ل 6 لترز. واحنا كنا جبنا المعلومة دي قبل كده لما كنا بنتكلم عن الهارت، وقلنا ان الهارت او البامب بتاعت الجسم للترانسبورتيشن بتعمل بامبينج ل 5 او 6 لترز each 1 مينت، ووقتها قلنا ان ده كميه البلد الكومبليت بلد كونتنت اللي جوه جسمك. القلب بيضخ من 5 ل 6 لترز each 1 مينت، اللي هو كميه البلد الكامله اللي موجوده جوه جسمك، بيعمل لها عمليه ضخ كل دقيقه. طيب لما نيجي نوصف البلد برضو هنقول ان هو التايب بتاعه كونكتيف تيشو، ودي معلومه من سينيور 1. كنا اخدنا انواع من التيشوز، وقلنا ان الكونكتيف تيشو ده ممكن يكون في 3 كيسز، يا اما بيكون سوليد زي في حاله البونز والكارتليج، يا اما بيكون سيمي سوليد، يا اما بيكون ليكويد. والاكزامبل على الكونكتيف تيشو اللي في الحاله الليكويد ده هو البلد. يبقى المعلومه دي من سينيور 1، الكونكتيف تيشوز كان في منها ثلاث انواع على حسب درجه الايه الصلابه بتاعتها، يا اما سوليد يا اما سيمي سوليد يا اما ليكويد. والاكزامبل على الليكويد ده هو البلد، السوليد هو البونز والسيمي سوليد زي الكارتليج. طيب نقول بقى الكونتنتس بتاعت البلد، يا ترى البلد بتاعنا بيتكون من ايه؟ هنقول ان البلد كونتيننج فور سبستنس، البلاد بيحتوي على فور سبستنس. ايه هما الفور سبستنس دول عشان هنعرف الديفرنسز ما بينهم؟ اول حاجه البلازما، الحاجه الثانيه ريد بلاد سيلز، وفي احد المقولات بنقول عليها ريد بلاد كورباسلز فبنديها السيمبل ار بي سيز، الوايت بلاد سيلز او كورباسلز، والبليتلتس. بليتلتس يبقى دي المحتويات بتاعت البلد، اربع محتويات. طيب احنا هنبدا بالبلازما الاول، يا ترى البلازما ده هو ايه؟ هو ده التيشو فلويد، تيشو فلويد اوف بلد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده النسيج
النسيج او المحتوى او السائل اللي هتبدأ تبقى موجودة فيه الـ other components. ده الفلويد، انا الفلويد ده هديله مثلا الكالور يالو كده، لانه احنا بنقول ان البلازما دي هي السائل او الفلويد اللي هتبدأ تتوزع فيه الايه الـ other components. تمام. طيب يا ترى التيشو فلويد ده ريبريزنتنج قد ايه من البلاد فوليوم؟ احنا عارفين البلاد فوليوم 5 ل 6 لترز، ده بيمثل حوالي 54% من البلاد فوليوم، يعني تقريبا اكتر من نص الكميه. يعني اذا كان 5 لترز مثلا، يبقى هنقول ان ده يمثل ايه 2.7 مثلا او 2.7 تقريبا من الفوليوم بتاع البلاد. طيب ايه الكونتنتس اللي متوزعه جوه هنا؟ يا ترى الفلويد ده عباره عن ايه؟ الفلويد نفسه، الكونتنتس بتاعت الفلويد نفسه عباره عن ايه؟ بنقول اولا هي طالما فلويد يبقى معظم الكميه بتاعتنا هتكون ووتر، 90% عباره عن ووتر طالما هو فلويد. بنقول ان في 1% بتكون عباره عن inorganic salts. زي ايه الانورجانيك سولتس اللي بتبقى موجوده في البلاد بتاعك؟ يا ترى كارينج لايه من الاملاح المعدنيه في البلاد بتاعك؟ زي الكالسيوم اللي بيدخل في تركيب البونز، زي الصوديوم اللي مسؤول عن توصيل النيرف امبلسز، زي الكلورايد اللي بيبقى له ريليشن بالحفاظ على ايه البلاد بريشر بتاعك، ضغط الدم، زي الباي كاربونيتس. يبقى دي examples. البايكربونات ده مسؤول عن ان هو يحافظ على الـ pH بتاعتنا عند 7.4. يبقى دي انواع من الـ inorganic salts اللي هتلاقيها موجودة في البلازما fluid اللي موجود في البلد. يبقى علشان هو fluid يبقى 90% منه عبارة عن مية، تركيبه معظمه water، وفي 1% dissolved في الووتر دي عبارة عن inorganic salts، وقلنا الاكزامبلز عليها هي مين. كمان ده في 7% proteins. يا ترى ايه البروتينز اللي ممكن تبقى موجودة في البلازما وهتبقى فايدتها ايه؟ ده انت عندك بروتينز مهمة جدا في البلازما هيبقى لها فايدة كبيرة قوي لما تيجي تتكلم عن البلاد كلوت. ايه هي البلاد كلوت؟ اللي هي تجلط الدم. يعني انت لما يحصل اي تعويرة في جسمك، كات حصل كات، ازاي الكات دي بتقفل وازاي ما بيفضلش البلاد فلوينج بحيث ان انت يحصل لك بليدنج او نزيف؟ وجود البروتينز دي مهمة جدا عشان هتساعد او هيبقى لها دور كبير في عملية البلاد كلوتينج او التجلط اللي بيقفل بيعمل هيلينج لأي كات. طيب البروتينز اللي موجودة في البلازما دي هي مين؟ زي الالبومين، زي الجلوبولين. على فكرة الالبومين ده احنا سمعنا عنه في سينير 1 لما كنا بنتكلم على البروتينز، وده بنقول عليه سيمبل بروتين. زي الجلوبولين، انا بحاول اربط لكم ما بين سينير 1 و2 لانه ممكن يسالك في معلومه يعني تكون انت دارسها قبل كده. يبقى ده سمبل بروتين زي الجلوبولين، وزي بروتين تاني اسمه الفايبرينوجين، والفايبرينوجين ده هنسمع اسمه تاني واحنا بنتكلم عن البلاد كلوت. خلاص تاني، لحد دلوقتي احنا قلنا ايه في البلازما؟ البلازما دي هي التيشو فلويد اوف ذا بلاد، يعني النسيج السائل او المسؤول عن الفلويديتي بتاعت البلاد. طيب بيمثل قد ايه من كميه البلاد، من الكونتنس بتاعت البلاد؟ بيمثل 54% من البلاد فوليوم، يعني معظم البلاد عباره عن بلازما. طيب البلازما دي او الفلويد ده ليه كونتنت، ليه محتوى؟ ايه الكيميكال سبستنس اللي مكوناه؟ 90% منه ووتر عشان يبقى فلويد، وبعدين عندي 1% inorganic salts دايبة في الووتر دي. الانورجانيك سولتس اللي دايبة في الووتر دي هي مين؟ ادينا examples عليها، الكالسيوم والصوديوم والكلورايد والبايكربونيت، وقلنا كل واحد ايه الاهمية بتاعته. كمان في 7% موجودة في البلازما دي عبارة عن بروتينز، وقلنا هيبقى لها دور مهم في عملية البلاد كلوتينج او تجلط الدم. طيب كده احنا خلصنا يعني؟ لا ما خلصناش، احنا قلنا 90% و7 و1، يعني احنا قلنا 98% كده من محتوى البلازما. طيب فاضل 2%، يا ترى 2% دول عبارة عن ايه؟
ال 2% اللي فاضلين من البلازما دول عبارة عن other substance. يا ترى ال other substance دي هتكون ايه هي؟ هتكون بقى الحاجات اللي البلد بينقلها، الحاجات اللي هي الترانسبورتد، زي ايه؟ زي الابزوربد فود، الاكل اللي انت امتصيته وعايز توجيه للسيلز. هتكون كمان زي الهرمونز، اللي هي الهرمونز سيكريتد باي ذا جلانز، الاندوكراين جلانز، علشان بتظبط الهوميوستاسيس بتاع جسمك او الستابيليتي بتاعت جسمك. زي الانزيمز، الانزيمز اللي انا اتصنعت مثلا في الريبوسومز وعايزه انقلها علشان تعمل دايجشن. هيكون في كمان انتي بوديز اللي هي بتقاوم الايه الميكروبز، وهيكون في ويست برودكتس اللي هي الناتجه من السيلولار ريسبيريشن او البروسيس اللي بتحصل جوه السيلز. يعني انا هنا الاذرز دي عباره عن السبستنس بقى تو بي ترانسبورتد، يا اما تكون نيوتريانتس اللي هي الفود ابزوربد، يا اما تكون هرمونز وانزيمز، يا اما تكون انتي بوديز، يا اما تكون الويست برودكتس اللي نتجت من عمليه السيلولار ريسبيريشن اللي خدنا منها الانرجي وعايزه بقى اخدها اطلعها بره تو بي اكسكريتد. يبقى ال 2% دول هي الماتيريال تو بي ترانسبورتد. متفقين؟ يبقى احنا كده بس جاست خلصنا مين؟ اول جزء من تركيب البلد اللي هي البلازما. فاضل لنا 3 other components من البلد. يا ترى 3 other components دول موجودين فين؟ هيبقوا موجودين هنا distributed جوه البلازما، لان البلازما ده هو الفلويد تيشو. عرفنا تركيبه وعرفنا هو كيميكالي متكون من ايه. طب يا ترى دول الكومبوننتس الثلاثه دول موجودين فين؟ موجودين جوه البلازما ديستريبيوتد. انا قلت ان البلازما دي بتمثل 54%. طيب الباقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن المحتويات دي. تعال نشوف، عندنا حاجه اسمها ريد بلاد سيلز اهي، اللي هي خلايا الدم الحمراء، ودي هتبقى موجوده هنا. عندنا وايت بلاد سيلز، ودي ما بيكونش ليها كالر وليها ديفرنت شيبس. وعندنا بليتليتس، والبليتليتس دي حاجات كده بنقول عليها بادز، ما بنقولش عليها سيلز، يعني هي ما تعتبرش خلايا، هي اجزاء كده زي بارتيكلز كده، نون سيلولر بادز. تعال نشوف الثري ديفرنت كومبوننتس دول ونقارن ما بينهم. انا وريتك هنا ان هما موجودين ديستريبيوتد او كارد على البلازما. يلا نشوف الديفرنس ما بين الثري كومبوننتس ونقارن ما بينهم. طيب اول حاجة هنعمل تيبل كده ونقارن فيه ما بين الديفرنت كومبوننتس بتاعت البلد، اللي هي مين؟ الريد بلد سيلز او الريد بلد كورباسلز، وبعدين الوايت بلد سيلز، وفاينالي البليتلتس. طب يا ترى الكمباريزن ده هنقارن ايه؟ من حيث ايه points of comparison؟ اول حاجة الحاجات دي بتتكون فين؟ الاوريجين، مين المسؤول عن انتاج الريد بلاد سيلز؟ مين اللي بيصنع لنا الريد بلاد سيلز inside the body؟ بتتصنع يا شباب في البون مارو. يعني ايه بون مارو؟ البون مارو اللي هو النخاع العظمي اللي هو موجود في inside the vertebral column، اللي جوه vertebral column اللي هو في ظهرك، داخل، مش في فقرات في الظهر من ورا، جوه الفيرتبرال كولوم ده موجود البون مارو. طيب بالنسبه للوايت بلايت سيلز بتتكون فين او مين المسؤول عن تصنيعها؟ برضو البون مارو، بس كمان بتتصنع في اجزاء تانية من جسمك. فين الاماكن التانية دي؟ في السبلين. السبلين ده اللي هو الطحال، والطحال ده موجود يعني جنب البنكرياس. كمان بتتصنع الوايت بلاد سيلز في الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم ده اللي هو جهاز المناعه بتاعنا، اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده لما كنا بنتكلم عن السوليبل سبستنس كاريد باي ذا بلاد، واللي هي الانسوليبل ان ووتر كانت بتبقى كاريد باي ذا ليمف. خلاص، يبقى الوايت بلاد سيلز ليها ثلاث اماكن to be formed، في البون مارو، في السبلين and the lymphatic system. طيب بالنسبة للبلاد بليتلتس هنقول ان هي برضو بتتكون في البون مارو. يعني اساسا معظم تركيب البلاد بتاعنا هيكون فين يا جماعة؟ في البون مارو.
عشان كده لا قدر الله لما بيحصل انه بيجي كانسر في البون مارو بيبقى فيه مشكلة، ويقول لك محتاج نقل دم باستمرار. الشخص اللي بيحصل له كانسر في البون مارو بيحتاج دايما نعمل له بلاد ترانسفيوجن. ليه؟ لانه اصبح غير قادر على تصنيع الكومبوننتس اوف ذا بلاد، فبنبدأ احنا نديله انفيوجن او بنحقنه بالبلاد externally. طيب من حيث الشيب، الشكل بقى، هل في ديفرنس في الشيب ما بين الثري كومبوننتس دول؟ ايوه طبعا، هلاقي ان الشكل بتاع الريد بلاد سيلز بيبقى باي كونكيف. يعني ايه باي كونكيف؟ يعني ده كده الابر سيرفيس بتاعت الريد بلاد سيل وده اللور سيرفيس، هتلاقي ان هي كونكيف. احنا خدناها في ميدل 3 اللي هي اللي كنت بتكلم على اللانسز والميررز. كلمه كونكيف يعني حاجه مقعره فيها سيرفيس كده بيكون سيركلر شويه. فالتو فيسز بتاعه الريد بلاد سيل بيكون كونكيف من الناحيتين، عشان كده بقول عليها باي كونكيف. يعني ايه باي كونكيف؟ كلمه باي جايه من تو، باي كونكيف يعني التو فيسز بتاعتها بيكونوا كونكيف. طبعا هي راوند، انت كده باصص لها من سايد فيو عشان كده شايف التو كونكيف سيرفيس، لكن انت لو بصيت عليها من فوق هتبص تلاقيها ان هي راوند. والكونكيف ده بقى عامل زي، عارف البونبوني بتاع اللي هو كان اكليرز، لما تمسكها بتلاقيها من جوه غويطه كده من الطرفين. هي نفس الفكره بتاعت الريد بلاد سيلز. يبقى من الابر فيو هتبان ان هي راوند، لكن من السايد فيو بتبان ان هي باي كونكيف. طيب كونسرنينج الوايت بلاد سيلز، هلاقي انها دي كده فيكسد شيب، التانيه دي لها اشكال عديده، ماني شيبس، ليها اشكال مختلفه. ممكن تلاقيها الشكل بتاعها كده من جوه عامل زي ما يكون فيها هيدفون، ممكن تلاقي الشكل على شكل حرف اس من جوه، ليها ديفرنت شيبس، ملهاش شكل محدد. بالنسبه للبليتلتس جماعه، احنا هنا دي كانت سيلز ودي كانت سيلز، دي ار نوت سيلز، دي ار نون سيلولر بوديز. يعني ايه؟ يعني اجسام وليست خلايا، اجسام زي كسر خليه كده، يعني بليتلتس صفايح، يعني زي مثلا لما تمسك اي حاجه ما الريجولر ان شيب، هي دي هي وصفها انها مش سيلز. يعني دول بص لما تبص عليها تلاقيها شكل سيل، اللي هي بتبقى راوندد شويه، دي الريجولر. يعني تلاقي السيرفيس بتاعها بيبقى راف، حاجه مكسره، عارف تمسك كسر ازاز مثلا، هي كده نون سيلولر بودز. طيب الكومبير التاني concerning النمبر، يا ترى العدد ايه بالنسبه للريد بلاد سيلز؟ النمبر بير محسوب بير مليمتر كيوبد، يعني في المليمتر المكعب. بنقول ان النمبر اوف ريد بلاد سيلز بيختلف في الميل عن الفيميل. لو بتكلم على الميل هيكون عددها من 4 ل 5 مليون، في قد ايه؟ في ال 1 مليمتر كيوب. طب الفيميل هلاقي العدد اقل شويه من 4 ل 4.5 مليون. السبب في الاختلاف يا جماعه لان الفيميل دايما بيحصل عندها بلاد لوس ديورينج ذا منسترال سايكل، فبيبقى كميه الريد بلاد سيلز عندها اقل شويه. طيب بالنسبة للوايت بلاد سيلز العدد أقل بكتير، الوايت بلاد سيلز بتبقى 7000، بس احنا هنا بنتكلم بالمليون، هنا 7000، بس العدد ده is not fixed، ده عدد غير ثابت. يعني ايه غير ثابت؟ يعني ممكن يزيد في حالات الديزيز. يا ترى ليه بيزيد في الديزيز؟ لان الوايت بلاد سيلز دي هي المسؤولة عن ان هي تهاجم اي فورين بادي بيدخل جوه جسمك، هي دي مسؤولة عن جهاز المناعة lymphatic system، هي دي جهاز الاميون سيستم بتاعك. فلما بيكون في اي invasion من foreign bodies يبدأ العدد بتاعها يزيد عشان تبقى able to react with the foreign bodies. يبقى هنا النمبر ده may be increased in case of disease to attack the foreign bodies او particles اللي داخلة الجسم. طيب ال blood platelets عددها in between ما بين الاتنين 250,000 250,000 بليتلتس. العدد ده يعتبر عدد وسط ما بين التو كيسز بتاعت الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز.
طيب ننقل على البوينت اللي بعدها، هنتكلم عن الايدج او اللايف سايكل. يا ترى عمر الريد بلاد سيل دي عمرها قد ايه؟ بتبقى موجوده في جسمك قد ايه؟ فور ايفر ولا ليها لايف سايكل وبعدها بتبقى حصل لها دامج تو بي ريجينريتد، يطلع لنا انتاج جديد منها؟ طبعا اي حاجه لها فتره زمنيه. الريد بلاد سيلز بتفضل موجوده 120 دايز جوه جسمك من تاريخ انتاجها من البون مارو، يعني البون مارو يعمل لها برودكشن، تفضل موجوده لمده 120 يوم. 120 يوم دول بتفسير الشهور يعني كام؟ يعني 4 مانث، ده عمر الريد بلاد سيل. بعدها بيحصل لها ايه؟ بتبقى دي جنريتد، بتتفكك تتحول لبروتينز والجسم يستفيد منها في حاجه تانية او تو بي اكسكريتد، والبون مارو يكون الجديد منها. طيب بالنسبه للوايت بلاد سيلز الايدج بتاعها من 13 ل 20 دايز، ده يعتبر قليل جدا مقارنه بدي. بالنسبه للبلاد بليتليتس بتعيش فتره عمرها 10 دايز اونلي. طيب ننقل على الفانكشن، انا عايزه انقل بقى الفانكشن في البيج اللي بعدها عشان يبقى عندنا سبيس. طيب concerning الفانكشن، ما تنساش احنا عاملين البارتيشنز كده، ان ده الريد بلاد سيلز وده الوايت بلاد سيلز وهنا البليتليتس. تعال نشوف الفانكشن بتاع كل واحد منهم ايه، وظيفته ايه واهميته ايه جوه جسمك. الفانكشن اول حاجه الريد بلاد سيلز بنقول وظيفتها يا جماعه مهمه جدا جدا، ان هي بتعمل ترانسبورتيشن للاكسجين، تاخد الاكسجين ده منين؟ من اللنجز، وتوديها فين؟ توديها للبادي سيلز. هتاخد الاكسجين من اللنجز توديها للبادي سيلز. طيب البادي سيلز هتستخدم الاكسجين ده في عمليه السيلولر ريسبيريشن، تستخدمه وتطلع منه الاكل اللي هي عايزاه والانرجي اللي هي محتاجاها، مش الاكل سوري، الانرجي اللي هي محتاجاها، ويطلع لنا برودكت. البرودكت ده اللي هو ايه؟ البرودكت ده اللي هو كربون دايكسايد. فالكربون دايكسايد ده كمان هو محتاج تو بي ترانسبورتد، فهياخد الكربون دايكسايد من البادي سيلز يوديها لفين؟ يوديها لللنجز تو بي اكسكريتد اوتسايد. يبقى هنا الريد بلاد سيلز بتاخد الاكسجين من اللنجز توديها للبادي سيلز تو بي يوزد، تطلع لي منها انرجي، وبعدين البرودكتس بتاعتنا اللي هي اللي مش محتاجينها اللي هي الكربون دايكسايد ياخدها برضو البلاد تو ذا لانجز. يبقى عمليه ترانسبورتيشن مزدوجه، بيودي اكسجين وبياخد كربون دايكسايد من اللانجز. طيب بالنسبه للوايت بلاد سيلز انا لسه قايله الاهميه بتاعتها ايه، ان هي دي جهاز المناعه بتاع جسمنا، فهي بتعمل اتاك للفورين بادز، يعني اي جسم غريب يدخل يعمل انفيجن، اي ميكروب اي باثوجين يدخل، يبقى فورا الوايت بلاد سيلز دي هي الديفنس سيستم بتاعك، تبدا تعمل لها اتاك للفورين بارتكلز دي وتتعامل معاها. طيب في بعض الاحيان كمان الوايت بلاد سيلز دي بتعمل ايه؟ برودكشن بروديوس انتي بادز، اجسام مضاده. يعني انا خلاص انا هاجمت الحاجه دي وعرفت الاي دي بتاعها، عرفتها هي ايه، ابدا الوايت بلاد سيلز دي تبدا تعمل ايه؟ تعمل انتي بادز، اجسام مضاده بقى، بحيث ان الجسم دايما يبقى جاهز للحاجه دي، في اي وقت تظهر يكون لها الانتي بادز اللي ايه تقاومها مباشره. يبقى تو فانكشنز للوايت بلاد سيلز. بالنسبه للبليتلتس برضو الفانكشن بتاعها انا لسه قايلاه واحنا بنتكلم عنها، وقلت ان هي بلاي ان امبورتنت رول، بتلعب دور مهم جدا في عملية الايه البلاد كلوتينج او تجلط الدم علشان نقفل اي جرح بيحصل في الجسم. اللي هيبقى مسؤول عن عملية الكلوجر ديت للكات هي البليتلتس، لها دور في عملية الايه كلوجر اوف كات. طيب concerning الكالر، نبدأ نتكلم عن بوينت تانية الكالر. يا ترى الوانهم ايه؟ من الاسم كده ريد بلاد سيلز يبقى لونها ايه؟ يبقى لونها ريد. ليه؟ عشان فيها بيجمنتس، هي بتحتوي على صبغات، فيها الهيموجلوبين دوت اللي هو موجود في تركيب الريد بلاد سيلز ده لونه ريد.
طيب الوايت بلاد سيلز من اسمها هي مش وايت يا جماعة، هي عشان ما فيهاش البيجمنتس دي فبتبقى بنقول عليها وايت، لكن هي اوريدي كولر ليس. ممكن بتسمى، علشان برضو لو جات لك في مصطلح تاني، ليوكو سايتس. يعني ايه ليوكو سايتس؟ مسمى الوايت بلاد سيلز دي ممكن نسميهم ليوكو سايتس. كلمة ليوكو يعني كولر ليس، ليوكو يعني زي وايت يعني ملهاش لون، سايتس يعني سيلز، كلمة سايتس يعني سيلز. يبقى ليوكو سايتس هو الاسم التاني للوايت بلاد سيلز، فدي كولر ليس، هاف نو كولر. بالنسبة للبليتلتس ما فيش وصف ليها، لا هي ريد ولا هي كالرلس، هي مجرد اجسام الريجلر ان شيب بادز، ممكن تبقى يعني ما توصفت لهاش ليها لون، يعني هي شيبس وخلاص. طيب بالنسبه لحاجه فيري امبورتنت هنا وممكن تتسال عليها، اللي هي البريزنس اوف نيوكليس. احنا بنتكلم عن ان الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز ار سيلز، انا بقول عليهم سيلز تمام من الاسم بتاعهم. طيب اي سل المفروض من مواصفاتها انها يبقى فيها نيوكليس، ده اللي احنا عرفناه ودرسناه السنه اللي فاتت. طيب بالنسبه للريد بلاد سيلز يا جماعه هي اي نيوكليتد. يعني ايه اي نيوكليتد؟ يعني هاز نو نيوكليس، ما فيهاش نيوكليس. احنا شكلها قلنا ان هي عامله ازاي، باي كونكيف. طيب يعني هي شكلها ده، انا كده يا جماعه فيري امبورتنت بوينت، باي كونكيف وفي نفس الوقت اي نيوكليتد، يعني ما فيهاش نيوكليس. كل ده ليه؟ ربنا خلقها بالمواصفات دي ليه؟ انا عايزه الريد بلاد سيلز دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل كومباينيشن مع الاكسجين عشان تنقله توديه للسيلز، وبعدين بعد ما توديه للسيلز تاخد الكربون دايكسايد تشيلها وتوديها لللانجز. يعني هي كارير، يعني الريد بلاد سيلز دي اكسجين كارير وكربون دايكسايد كارير عشان تخلصنا منه، عايزه تشيل حاجه. فلما تكون عايزه تشيل حاجه يبقى لازم يكون لها لارج سيرفيس اريا، لازم يكون لها مساحه كبيره. المساحه الكبيره دي توفرت بطريقتين، الطريقه الاولانيه عن طريق ان هي ليها باي كونكيف سيرفيس، عمليه الكونكيف ديت الموجوده في التو فيسز دي بتديها زياده في السيرفيس اريا، دي نمبر 1. نمبر 2 انيوكليتد، خلي بالك هو وجود النيوكليس ده بيعمل اوكيباينج للارج اريا من السل، احنا اكبر اورجان جوه السل هي النيوكليس، فلو في نيوكليس موجوده في الريد بلاد سيل هتشغل مساحه كبيره من السل، مش هتخليها تأدي الدور اللي مطلوب منها. فكده لحكمه ربنا ان هي ادابتد عن طريق ان هي ما يبقاش فيها نيوكليس عشان تو بي ايبل تو كاري الايه الاكسجين والكربون دايكسايد. تمام، يبقى انا هنا عندي تو ادابتيشنز، ان هي اي نيوكليتد، والحاجه الثانيه ان هي باي كونكيف سيرفيس، ده بيساعدها تو كاري الاكسجين تو ذا بودي سيلز اند تيكينج كربون دايكسايد تو ذا لانجز. طيب بالنسبه للوايت بلاد سيلز احنا في الرسمه وانا موضحاها لكم فوق، لما كنا بنرسم المره اللي فاتت قلت لك ان فيها نيوكليس ممكن تبقى شكلها عامل كده، وفيها نيوكليس ممكن يبقى شكلها على شكل حرف اس، يبقى هنا there is a nucleus. تمام، يبقى ده ديفرنس تاني ما بين الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. طب انا سامعاك بتسال او بتفكر يا ترى البليتلتس فيها نيوكليس ولا لا؟ بالمنطق كده احنا اتفقنا ان البليتلتس ار نوت سيلز، دول كنا بنقول عليهم ريد بلاد سيلز ووايت بلاد سيلز. البليتلتس ار نوت سيلز دي اساسا مش خلايا، فبالتالي مش هوصف فيها خالص قصه نيوكليس ولا ما فيهاش نيوكليس، لان هي دي ار نون سيلر بوديز. تمام، ننقل على اخر حاجه، يا ترى الريد بلاد سيلز الميكانيزم بتاعها اللي بتعمل بيه كارينج للاكسجين والكربون دايكسايد والكلام ده كله ازاي بتشتغل؟ الفانكشن اوف ريد بلاد سيلز لها ميكانيزم، ودي تبقى اخر بوينت في درس النهارده. نشوف هي ايه الميكانيزم بتاع الريد بلاد سيلز، فانكشن اوف ريد بلاد سيلز. الميكانيزم ازاي بقى، الميكانيزم اوف فانكشن يا ترى بتشتغل ازاي؟ طيب احنا بنقول ان الريد بلاد سيلز انا قلت لكم ان هي واخده اللون الريد ده نتيجه وجود مين؟ الهيموجلوبين.
طيب الهيموجلوبين ده يا شباب احنا اخدناه قبل كده في سينيور 1، واتفقنا ان الهيموجلوبين ده عبارة عن نوع من انواع البروتينز. اني نوع من البروتينز؟ انا كان عندي تو تايبس، يا اما سمبل بروتين يا اما كونجوجيتد بروتين. الهيموجلوبين ده من نوع اللي هو الكونجوجيتد بروتين. يعني ايه كونجوجيتد بروتين؟ يعني بيتكون من حاجتين، بروتين ومعاه كونجوجيتد حاجه او اسوشيتد حاجه تانية اللي هي مين؟ اللي هي الايرن. خلي بالك عشان المعلومات دي من المعلومات الصغيره اللي ممكن تسال فيها. يبقى انا هنا الريد بلاد سيلز واخده الريد كالر بتاعها نتيجه البريزنس اوف هيموجلوبين. طيب الهيموجلوبين ده عباره عن ايه؟ عباره عن كونجوجيتد بروتين. يا ترى يعني ايه كلمه كونجوجيتد بروتين؟ يعني بروتين واسوشيتد معاه حاجه تانية، الحاجه التانية دي اليمنت. ايه هو الاليمنت ده؟ الايرن. عشان كده يا جماعه بنقول ان الانسان اللي بيحصل عنده نقص في الايرن بيبقى عنده انيميا. انيميا ليه؟ لانه ما عندوش هيموجلوبين متكون بكميه كافيه، لان الهيموجلوبين بيعتمد على البريزنس اوف ايرن. يبقى الايرن لو ناقص في الاكل بتاعك، انت ما بتاكلش اكل فيه حديد كتير، هيبدا يقل عندك كميه الهيموجلوبين. ولما يقل عندك كميه الهيموجلوبين تلاقي وشك اصفر. وشك اصفر ليه؟ لان انت فقدت الحاجه اللي بتديك الريد كالر اللي هي مين؟ الريد بلاد سيلز. يعني انت اصبح عندك نقص في كرات الدم الحمراء اللي هي بنسميها ايه القصه دي؟ اللي هي بنسميها الانيميا. الكيس دي اللي هي بنسميها انيميا. طيب انا بس حبيت اشرح دي عشان هي ريليتد للدرس، بس هي اكسترنال او اكسترا انفورميشن. طيب تعالى بقى نرجع للميكانيزم، يا ترى ازاي الريد بلاد سيلز بتشتغل تو كاري الاكسجين. بقول ان الهيموجلوبين ده مكون او بروتين موجود فين؟ في الريد بلاد سيلز، في البلاد بتاعنا. الهيموجلوبين ده هيروح عن طريق البلاد، يروح لفين؟ يروح لللانجز. طيب عند اللانجز هيبدا يعمل ايه؟ هياخد اكسجين، كومباين ويز اكسجين، يكون مركب. المركب ده اسمه اوكسي هيموجلوبين. اوكسي ليه؟ عشان بقى فيه اكسجين. اوكسي هيموجلوبين. طيب الاكسي هيموجلوبين ده يا جماعه لونه لايت ريد، لونه احمر كده، اللي هو يعني احمر حلو، يعني احمر فائع يعني. طيب بعد كده الاكسي هيموجلوبين ده هيروح لفين؟ هو كده شايل الاكسجين معاه على شكل كومباوند، هيروح للبادي سيلز. يروح للبادي سيلز علشان يسلم الامانه. الامانه دي اللي هي ايه؟ الاكسجين. يبقى هيدي للبادي سيلز دي، هيديها اكسجين وياخد منها ايه؟ كربون دايكسايد، الحاجه اللي هي السيلز مش عايزاها. يبقى هيديها اكسجين وياخد كربون دايكسايد. طب هو لما ياخد كربون دايكسايد هيكون مركب جديد، هيتحول من اوكسي هيموجلوبين، يبقى اسمه ايه؟ كاربو امينو هيموجلوبين. ده اسم مركب تاني. هو في جميع الاحوال هو هيموجلوبين بس كومبايند مع حاجه. هنا كان كومبايند مع اكسجين فسميناه اوكسي هيموجلوبين دايكسايد، فبالتالي بقينا هنكون ايه مع الكربون دايكسيد؟ كاربو امينو هيموجلوبين. الكربو امينو هيموجلوبين ده يا جماعه بيبقى لونه دارك، عشان كده دايما في الرسومات الحاجه اللي فيها الكربون دايكسيد الجزء اللي هو كان دي اوكسجينيتد كان بيبقى بنرسمه باللون البلو، عشان ده لونه دارك ريد، لونه احمر غامق. هيروح لللانجز. بعد ما يروح لللانجز هيعمل ايه؟ هيطلع الكربون دايكسيد ويرجع هو فري تاني على شكل ايه؟ هيموجلوبين. هيروح لللانجز يطلع الكربون دايكسايد ويرجع هو فري تاني هيموجلوبين عشان يكرر اللفة دي من أول وجديد. لحد هنا نكون خلصنا الجزء بتاع النهاردة. next time إن شاء الله نتكلم عن blood clotting أو تجلط، إزاي نكون الجلطة والfunction of blood. thank you for your attention and goodbye.